قبل الرجل الأول في الكونفدرالية الخيابونسيبي. هي الأولى في تاريخ الكرة الجزائرية بالصيغة الجديدة طبعا، بعدها انفازت شركة كابيه بثلاث كؤوس متتالية بالصيغة القديمة، بعد البحث عن الوفاق والكلية الجميلة بشركة القبائل. ها اتحاد العاصمة هو أول نادي جزائري سيفوز بها في أو يفوز بها في هذه الليلة الخالدة والحالمة. البداية ستكون بتسليم الميداليات للاعبي نادي يونغ أفريكانز، ثم الميدالية لعناصر اتحاد الجزائر، ثم يرفع زيدين بالعيد المدافع المتميز الكأس الغالية هنا في سماء ملعب 5 جوليا الأولمبي. أي صور وأي مشاهد، وننتظر بعد ذلك كيف سيكون رد فعل أنصار الاتحاد فوق المدرجات، لأن اليوم صراحة ما فعلوه كما قلت فازوا بالنهائي قبل أن يلعب بما فعلوا وفعلوا فوق المدرجات، والاتحاد فاز بالنهائي في ملعب دار السلام بتنزانيا. وكما قلت هي الكأس الغالية والأجواء كبيرة وكبيرة جدا هنا في ملعب 5 جوليا، بحضور طبعا كما قلت رئيس الكونفدرالية الإفريقية، في حضور أيضا وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمن حماد، ورئيس الاتحاد الجزائرية لكرة القدم جهيد زبزاق. ليسمع وعد الحق بالشيخة. يا حاج عدنان، كنت واحد من اللاعبين الذين سجلوا أجمل الأهداف، ولاعب ثاني أكثر من سجل للاتحاد في المنافسة الإفريقية، ولكنك لم تفز بهذه السيدة كأس بلال. اليوم تفوز بها كمسير وكمساعد، أيضا شاهدناك قريبا من عبد الحق بن شيخة، اعتمد كثيرا على خبرتك واعتمد على طاقم فني متميز. البداية طبعا تقليدية في البروتوكول، تسليم الميدالية لحكام المباراة، وبعد ذلك الفريق المنهزم، ثم اللحظات التاريخية، اللحظات التي انتظرها جمهور اتحاد الجزائر وجمهور الجزائر طويلا. الاتحاد انتظر هذه اللحظات منذ أول مشاركة له كانت في 4 أبريل. إذا كانت هذه لحظات من صعود الحكام لتسلم الميدالية. رئيس الجمهورية السيد المجيد تبون هنأ فريق اتحاد العاصمة والجزائر بعد تتويجه بالتاج الإفريقي، وكتب على صفحته على حسابه بتويتر قائلا: مبروك النصر لاتحاد الجزائر، مبروك لأبناء سوسطارة ولكل